دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية طبعاً جت في سياق آيات تتحدث عن فريضة صوم شهر رمضان، ولكل يعرف الارتباط الوثيق بين شهر رمضان وعبادة الدعاء. في هذه الآية في نقطة جداً قيمة بإشارة خاطفة في هذه العجالة، يقول الحق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. فالقرب الإلهي كلما كانت المعرفة المعرفة بالمعبود بالنسبة للعابد كان أقرب، يعني اللي يعرف الحق حق معرفة النبي صلى الله عليه وآله، فإن الدعوة بالنسبة للأنبياء والأوصياء كما هو معروف لا تحجب، وهذا بسبب له قوة المعرفة والعقيدة والارتباط. فإحنا واجبنا كعوام بما في محدثكم الفقير إلى الله، احنا يجب ان نقوي عقيدتنا بالله عز وجل، العقيده على المستوى النظري، والمهم فيها المستوى العملي. العقيده على المستوى العملي نطهرها من جميع الشوائب عبر الالتزام بالاوامر والنواهي الالهيه، وصلى الله على محمد وال محمد.